روى مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وعهده، وهو رجل مسلم حافظ على فريضة الصلاة، حافظ على صلاة الصبح. فانظروا كيف ينتقم الله لهذا المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، في نار جهنم، جزاء لمن اعتدى على من جعل الله له الأمان وجعل الله له الذمة وهو المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلى المسلم أن يحذر على نفسه من الوقوع في الظلم، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي كما في مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا.